طيب آخر درس أنا عندي في الـ Images اللي هو الـ Image Segmentation. الـ Image Segmentation التاسك هذه ببساطة إنه أنا عندي الـ Input عبارة عن صورة، تمام؟ والـ Output عبارة عن تحديد للـ Object اللي أنا بدي إياه، إنه أحدد وين هو موجود بالضبط يعني. هذه في منها نوعين، إنه الـ Object هذا بتحدد كمستطيل أو كمربع زي ما ورجيتكم في الجيرمان ترافيك لايت، تمام؟ او ممكن يتحدد انا عندي كمجموعه من البكسلز زي هيك، تمام؟ فبالتالي البكسلز هدول كلهم في لهم تصنيف انه هل هي بتنتمي للاوبجكت ولا لا، فبالتالي هدول البكسلز كلهم اللي باللون هذا ما بتنتمي للاوبجكت، وهذا انه بتنتمي للاوبجكت، وباللون الاصفر هذا انه هي بتنتمي او انه هي عبارة عن surrounding أو الـ edges تبعت الـ object. أو في الـ German traffic light لما إحنا شفنا هاي الداتا سيت، انه زي ما انتم شايفين الانبوت عباره عن صوره والاوتبوت عباره عن احداثيات اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 بتحدد الاحداثيات تبعت الصوره او المربع اللي بيحيط في الصوره. بعديها بنيجي لمرحله ثانيه انه احنا نعمل كلاسيفيكيشن، هل هو ارنب ولا هو عباره عن اشاره مروريه زي هيك، تمام؟ اوكي، طبعا هنا بدنا نعمل داونلود لاكسبورت بيت داتا سيت، هذه بريلودد داتا سيت، تمام؟ هذه نورماليز للايمجز، هذه عباره عن داله بنعمل فيها نورماليز للايمجز، بنقسمهم على 255، هذه الداله لود للتريننج، تمام؟ وهذه لود للتست. صحيح. ال ال في ال 127 احنا في اي اكزامبل انه كان في 127؟ في هاي اعتقد، صح؟ هاي هذا عبارة عن normalization، والnormalization أنا بحدده سواء أنا قسمت، المهم إنه كلهم يكونوا نفس الرينج. هو إيش عمل؟ قسم على 127.5 وطرح 1، و هنا الرينج حطه من ماينس 1 ل 1، فعشان هيك قسم على 127، مش من صفر لواحد. بس لو استخدمت الرينج من صفر لواحد لو قسمت على 255 برضه بيمشي الحال. تمام، جهاد الداتا سيت بعمل فيها لود للترين، وهذه لود للتست، تمام؟ بتلاحظوا انا عندي في اللود انه شو بعمل؟ بعمل لود للايمج وللسيجمنتيشن ماسك. اجيت هذا اوكي، فبعمل لود للايمج بالاضافه للسيجمنتيشن ماسك. السيجمنتيشن ماسك هذا عاده انا بسميه ماسك، تمام؟ اللي هو هدول مجموعة البكسلز اللي بتحوط الأوبجكت، هذا كله بسميه ماسك. هذا برضو كذلك، هذا المربع بسميه ماسك، تمام؟ الآن أنا عندي الـ Output Channels 3، هنا عرف Pre-trained Model، أيو Base Model، TF، Keras، Applications، Mobile Net، أداله الـ Input Shape
تمام. استخدم الموبايل نت فيرجن 2، وهنا حدد اسماء اللايرز اللي هو بده يستخدمها في الموديل تبعه. تمام، تتذكروا لما احنا عملنا انه سمرايز او سمري بالضبط، جاب لي انه اسماء بلوكات، فهنا حدد انه بده هذا وهذا 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 وهذا. تمام، وهنا جاب اللايرز هدول حسب الاسماء تبعتهم. تمام، وهنا راح اعمل موديل للفيتشر اكستراكشن، داون ستاك تي اف كيراس موديل، ايش اداله؟ نفس الانبوت تبع الموديل بالاضافه لللايرز اللي هم جابهم هنا. ايش حط؟ ترينبل بتساوي فاس فريز. تمام، اوكي. بعديها هذا الداون ستاك، بعديها عرف الاب ستاك هو عباره عن ديكودر او انسامبلر. ببساطه هو عباره عن الانسامبلينج تكنيك امبلمنتد في التنسور فلو. فهنا عرف اي 1 2 3 4 باحجام مختلفه. بعدين راح عرف موديل اللي هو اليونت. هتلاقوا انتوا عندكم اسماء موديل كتير غير الاسماء اللي اديتكم اياها، الانسبشن والموبايل نت والفي جي جي 16 في جي جي 19. هتلاقوا في اليولو، اليولو موديل هذا مستخدم ومشهور في الاوبجكت ديتكشن. ريال تايم اوبجكت ديتكشن. هنا هاي ليمو لإله. حتى في تداخل بين الاوبجكتس هذه كلها، شايفين هدول الاوبجكتس كلها تعرف عليها في الريال تايم. وهي النتائج تبعته البلوتس هذه، صرتوا انتم فاميليار معها. فالان انه مش بالضروره انه انتم تتقيدوا بالاسماء اللي انا اديتكم اياها، في اسماء كل يوم بتطلع جديد وجديد وجديد، يولو واليونت وكل هاي الاسماء يعني. فممكن تبحثوا عن ايش احدث الموديلز اللي موجوده انا عندي في اليونت لو انطلبت منكم تاسك او شغل لها علاقه بالاوبجكت ديتكشن. فعرف اليونت موديل ايش بياخذ؟ ياخذ الاوتبوت شانلز، عرف الانبوت انا عندي 128 في 128 في 3. تمام؟ واشتغل بالنظام هذا انه الاكس بتساوي الانبوتس. بعديها الداون ستاك بتاخذ الاكس، تمام؟ والاكس اعمل سكيب لواحد، وهنا عمل فور لوب والاكس بتساوي اللاست اكس في الاخير، يعني انه هنا ك ك ك كليرز. وهنا رجعنا الموديل انه الانبوت بتساوي الانبوتس والاوتبوت بتساوي الاكس. هنا عمل ترين للموديل، وهنا عملنا بلوت للموديل. زي ما انتم شايفين انه هذا الانبوت لاير بيدي لهذا الموديل، والموديل هذا بيطلع انا عندي بدي للسيكونشال موديل هذا. تمام، وهنا انا في عندي كونكاتينيشن لانه بياخذ من هذا وبياخذ من الطبقه اللي ما قبله، وهكذا لغايه لما اصل في النهايه انه بعمل كونكاتينيت للانبوت او للاوتبوت تبع تو لايرز بهذا الشكل، انه هذول بدمجهم مع بعض في كونف 2 دي ترانسبوز لاير الاخر. هنا كرييت للماسك، وهنا شو للبريدكشن. هنا في البدايه انه انا نسيت احكي لكم انه انا في عندي ثلاثه كلاسز هيهم هنا، فبالتالي هذه عباره عن كلاسيفيكيشن، انه كل بيكسل حيلف على كل بيكسل ايش يعمل؟ يحدد انه البيكسل هذا belonging to the bit للاوبجكت تبعي، او bordering the bit بحوطه، او none of above اللي هو عباره عن surrounding pixel اللي هو زي هذه في الرسمة. وين الرسمة؟ في الرسمة هذه اللي باللون هذا عبارة عن surrounding pixel اللي هو الكلاس رقم 3. هذا
اثنين اللي هو اسمه bordering pixel، وهذا اللون اللي هو belonging to the bit. فبالتالي هي عبارة عن كل بيكسل انه بده يصنفه لواحدة من الثلاثة classes هدول. هذا الشو بريدكشنز عشان انه انا اعمل فيجواليز انه هاي الانبوت وهي الترو ماسك وهي البريدكتد ماسك بهذا الشكل، انه عمل تصنيف للماسكس انا للبريدكتد ماسك بهذا الشكل. تمام. طبعا هذا الكلام قبل التريننج، حلقيت حنشوف بعد التريننج ايش بده يسوي. هاي انا عندي عرف الايبوكس 20 وهنا اعمل فيت للتريننج. تمام. فبالتالي هاي الترو ماسك وهي البريدكتد ماسك مش زيه بيرفكت، ولكن انه نوعا ما انه حدد بالضبط الاوبجكت هذا. هنا بس عمل بلوت للفاليديشن و التريننج لوس. تمام. التريننج لوس هي عمالها بتنزل، وهذا انه بدا انه هو يرتفع، فبالتالي يفترض انه يكون في ستوب. اعتقد كان في كول باكس هنا، هذه للديسبلاي، لكن في الستوب في كول باك ما فيش، فهو خلص ال 20 ايبوك زي ما هو واضح هنا في الرسمه انه لغايه 17، اكيد هنا في 20 تقريبا. طبعا ميك بريدكشن انه ادي له انه اي صوره التست ايمج هذه، هاي الترو هاي البريدكتد نوعا ما قريبه، هذه نفس الكيفيه، وهذه مثال ثالث. تمام. اوكي، حاجات هنا بعد ما احنا استخدمنا هاي ال هو واقف مش بعد ما استخدمنا هاي هذا الدرس، ممكن انا انتقل هنا للكورونا للكارفانا. هي عباره عن image masking challenge hosted by Kaggle. تمام. هذه الوقت تبعها فات، التايم لاين هيو 2017 كانت مخلصة، بس انه الفكرة انه ممكن انا اعمل براكتس عليها، لانه الفكرة في الموضوع انه هنا اعمل ديتكشن للأوبجكت هذا اللي انا بدي اياه، احط كل هدول انه surrounding بيكسل باللون الاصفر بهذا الشكل. تمام. برضو كذلك في تي اف هاب للاوبجكت ديتكشن، هم كلهم موجودين في مكان واحد، بحدد انا بدي ايمج كلاسيفيكيشن ولا اوبجكت ديتكشن.